في مدينة إسطنبول تتواصل فعاليات كل من معرض حلال إكسبو 9 والقمة العالمية الثامنة للحلال، والتي تشارك فيها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ويشارك في المعرض نحو 500 شركة تنتمي لأربعين دولة، كما يجذب نحو 40,000 زائر من بينهم 10,000 من خارج تركيا. وقد مثل العراق في المعرض عدد من الشركات. الحمد لله نحن مشاركين وبنعتز بأنه إحنا نكون سفراء للصناعة العراقية خارج العراق، حتى نساعد العراق بأنه يستعيد موقعه التاريخي وإرثه الحضاري بين الدول. والحمد لله شركة كاروانشي فيها كوادر عراقية كفوءة قادرة تنتج وتعمل منتجات عالية الجودة بمستوى الشركات العالمية. ولم تقتصر المشاركة العراقية على تلك الشركات، وإنما شاركت كذلك بعض الجمعيات الأهلية المعنية بالتنمية المجتمعية، سواء القادمة من العراق أو تلك التي تمثل الجالية العراقية في تركيا. احنا هاي المشاركة الثانية إن لأن قبل العام هم شاركنا بها، كانت بداية الجمعية هي أنه نجمع مجموعة من الكفاءات والنساء المبدعات ورجال الأعمال وأطباء ومهندسين وكل الكفاءات العراقية الموجودة هنا، بس ما شاء الله أنه اجوا وانضموا ويانا أيضا من مختلف الجاليات. ويعرف الاقتصاد الحلال بأنه نظام بيئي كامل مبني على القيم الأخلاقية المشتركة بين الشركات والمجتمعات، وهو اقتصاد قائم على القيمة يحترم البيئة ورعاية الحيوان والاستدامة وحقوق العمال والموردين، ويشمل كل القطاعات التجارية من الأطعمة والمشروبات والأزياء ومستحضرات التجميل والسياحة وحتى الأسمدة وكل ما يتعلق بأسلوب حياة محترم وصحي. وبحسب منظمي المعرض هذا العام، تعد منتجات الحلال من القطاعات الواعدة التي يعول عليها في تحقيق النمو في العالم الإسلامي مستقبلاً، لا سيما في ظل تنامي احتياجات ما يقارب المليارين من المسلمين في العالم، حيث من المتوقع أن يصل حجم اقتصاد الحلال إلى 7 تريليون دولار في العام المقبل.